كيما الشتاء كيما رمضان ما نبدلوش نحن الاسماء هي هي. اسماء في القهوة في رمضان عال العال. بالنسبة للقهوة اللي أنت فيها ولا بالنسبة للقهوة الكل؟ القهوة اللي أنا فيها ما مش هو السيد مولاي واقف ولا. بالنسبة للقهوة الأخرين؟ القهوة الأخرين ما نبركش فيها ما نبقاش فيها ما نعرفش والله ما عندي فكرة. فما رخيص فما اللي غالي شوية. أنت والبقعة المعنى اللي باش تخو منها. كل شيء غالي في رمضان أبار القهوة الشعبية يعني فما شيء رخيص تمشي قهوة فلاك ولا سيدي بوسعيد يقول لك بوزة دبوزة أمي. لازمك تشرب لافازا بار لافازا ما تشرب شيء لازم يقبط لك قهوه لافازا غير مش مننا احنا من العباد اللي تمشي يعني كان يمشي له محطه وكلها ترخص في الاسواق قاعد كان قهوه شعبيه نعيشوا فيهم في رمضان هكا سوا معقوله معقوله انت ما بدك تستوي شي شقه قداش فهم لا بالضبط بالضبط في بري طاوله 20 دينار هيك 22 ليه بتبع مش كيما في السيزون هنا في رمضان يتبات الاسوان تشوي واحد معناه ياخذ قرض باش يخرج يعمل قهوه بالرسمي انا نحكي معك انا خادم شهر صدقني اقسم بالله من عندي ثلاثة ايام توا في رمضان صرفتهم الكل الفلوس اكثر ما كان عندي ما نقول لك بالرسمي لازم نشوفوا لنا حل والله سا ديبو انت والعبد ديبو العبد قد يخلص اما اللي يخلص 300 يحسها مثلا شيشه قهوه 10000 اما اللي ما يحسهاش يعني ما كل واحد وكيفاش لو الشيشه بقد ايه؟ والله ما نعرفش بالي 10 غالي 10 غاليين شويه يعني اما سافا انا نجي ونقعد الحمد لله والله انت والقاوي خويا فما اللي اسمهم غاليين فما اللي اودي الاسم غنيين تحفون والله بون انا ما نشربش قهاوي راه معناها نشرب جو معناها تابع السؤال نحن لي ستوديون ما يساعدونيش خاطر غالي على الاخر في متناول الجميع عادي معناها كيس جو 10000 عادي ياخو معناها كيلو بانان ياخو 4 كيلو فخيز فهمت؟ نعمل عادي كرمال يعني في متناول الجميع الصوم رمزي عاملين هو جو بريفير الصوم يبدا غالي فما بليز دو سيليكسيون فما بلايص ياسر قاعده تخلط وياسر برشا مشاكل صايره فيها دونك بريفير جو بريفير بي يعني اغلى شويه 2 دينار 3 دينار دو بليس 5 دينار دو بليس ميتي ترونكيل اون موا والله يا خويا هو ديريكت صاحبي يعني نظر في ديريكت الاسوام طالعة شوية صح تعرف جو رمضان والبلايص الكل بريسك نسويهم كل كيف كيف فهمتني تونسي يظل في بعد شكل الفترة ما يلوش على السويم ما يلوش على بقديش هذه وشبيه هذه زادوا فيها كل يوم في القهوة نخدم في القهوة واحنا ما نبدلوش السويم في رمضان جملة معلم لازمها قرض في رمضان القهوي خويا قهوة بالتن وليت قهوة خويا من تدخل تعمل كانيت كوكا ما تشريها مونوبري ب 500 ولا بقد ايه تشربها في قهوة ب 10000 سامحني ما قهوة غالية برشا بالنسبة للإنسان العادي مش موظف مانيش مشي يسهر فيهم